نواقض الوضوء وحيابها ويسد البرية. نعم، من يعرف؟ الذي لا يعرف نواقض الوضوء قد يكون وضوء باطل وهو لا يدري. قفك عن قرنين ويسد وحيابها برية هذا ويسد سوى وكبري سدان وقرنين وحبرنية. مهم جدا أن نعلم مبطلات الصلاة ونواقض الوضوء. نعم، وحمهم ما إنه برنو ونقانو محاو ويسد برية يمحا صلاة كاتبية وبرنية. نعم، الخارج من السبيلين مطلقا، الخارج من القبل او الدبر مطلقا. وحوه الرياء وحك صوبحا خر يا قذال بمعنى دبر كي يفرج وحك صوبحا ايا وشد بريا. البول كاذبه، الغائط سحرده، الريح ارته، الديدان دحرقه، حصى قروحه امر الحير، دم ديق مذي مديدة مديدة واثقة نبونه شيء إن شاء الله. أو ماني أما ماني ذا معروف كيشهوده. نعم، أي خارج من السبيلين ناقض للوضوء. وحكست والله بدأ يتكسر كسب حياه ويشدوا بريا. حيض نفاس ديجا حيض كي ديجا دلمضة. نعم، الثاني زوال العقل. مد الله بذح وعقل الروح إنه زوله أو الروح واشه. بنوم عفوا يعني إنه هرداء عقل يكون زوله. يعني يزول عقله بنوم. ورده إنه كزوله أو إغماء أما ميردبول أو السكر أما يعني سكران والروح محوها هاي إن وحيابة عبا سكرامية أو مخدر أما وحيابة مفتح دي السمندورية. نعم، فإذا زال العقل يعني لا يدري عن نفسه فهذا معناه أن وضوءه باطل. هدو الروح عن عقل قيس انتقض وضوء هدو الروح عن عقل قيس زوله إلى حتى نفتي سبق كلاجرن ويابا تاسوا ناقض قميدا وحيابا ويسد بريا. النوم ليس بناقض للوضوء. هردد الله فأهان تيدو ويسد ما بريسو. لكن هو مظن لخروج الريح لأنه لا يدري عن نفسه لو خرج منه ريح لا يدري. لكن هو ما لقوا مرينا يو إن قفك إسوا مركب من دهس وقبته إن الريح كتم هذا. فإذا كان يشعر بنفسه. حد النفس يسدريمي كرو. غلبه النعاس ويشعر بنفسه. للما كغالب نقطه لكن وازدريم اياه فوضوء صحيح. واذا لم يشعر بنفسه حتى ولو كان هذا النعاس لحظه فوضوء باطل. حدي ويسوى للمونيا وازدريم كرو ويسيدي سوى صح لكن هذا وازدريم كرو ويسيدي وابريسا. من نواقض الوضوء اكل لحم الجزور ويسيدي وحيابري وحكم اذا هلب كغيره ان لعنه. فاذا اكل لحم الابل هلب كغيره هدي وعنه. نعم، وكذلك الردة لأنها مبطلة لكل الأعمال. سيدا تاسو حلم إذا سيدا سوق لقفك إنه إسلام فكر يدوبه عياذا بالله منها. نعم، إذن الخارج من السبيلين وحكى صوب حلم هذا الشيء وزوال العقل عقلك إنه زوله وأكل لحم الجزور اللي بقى قيله إن لعنه والردة لأنها محبطة لكل إسلام إسلام كإن لقر يدوبه. أما مس المرأة مس الفرج تغسيل الميت هذا ليس من نواقض الوضوء. هويني إذا تاب الشذا إذا رقم ذا ميتك وثالث مس المرأة هويني إذا تاب الشذا إذا ومس الذكر حب أنت ترك إن لا تابته الصحيح أنه ليس بناقض الوضوء سدى الصحراء وسدى مبريان. نعم.